صار معنا على الخط الهاتفي الكابتن عماد الأميري المنسق الإعلامي لمنتخب سوريا الأول. نرجع من لك سلامات كابيتانو. مساء الخير مازن مرة تانية, مساء الخير لكل مستمعين فرح FM. ما هرجع عيد عليك السؤال, آخر تحضيرات آخر المستجدات بمعسكر منتخب سوريا؟ طبعا اليوم مساء بيكتمل التحاق كامل اللاعبين بوصول اللاعب حسام العايش بحدود الساعة 7 مساء توقيت دبي, وبهيك بيكون اكتملت كل التشكيلة اللي راح تتمرن المساء. طبعا اليوم ميران جديد بعد ما كثف المدرب تيتا تمارين المنتخب لحتى يسابق الزمن, لأنه بتعرف اللاعبين ما كانوا كلهم مكتملين من بداية معسكر. مبارح التحق إياز عثمان وعمر السومة, وأصبحت الآن التشكيلة شبه جاهزة أمام المدرب تيتا. أمامه 3 أيام فقط, من بينها يوم الأربعاء تمرين على الملعب الرئيسي اللي راح تقام عليه المباراة, واستعدادا لمباراة يوم الخميس. طبعا المباراة اللي عم يترقبها الجميع. تماما, هل يوجد إصابات بتشكيلة منتخب سوريا؟ سمعنا أنه الكابتن تامر حاج محمد يعني مصاب, هل هذا الشيء صحيح؟ لا كان عنده شد عضلي خفيف. تمام. وتمرن مباري مع الفريق, أول مباري كان تمرن بشكل منفرد, لكن مبارح كان عم يتمرن مع الفريق. خبرني كيف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا, وعم نشوف هلأ يعني خلينا نقول رجع هذا الوباء, عافى الله جميع من جميع الأوبئة, يعني رجع لحتى يكون بواجهة الأحداث. هل أنتوا قاعدين بفقاعة؟ كيف الإجراءات الصحية المتبعة قبل المباراة؟ طبعا من يوم وصولنا مازن, اكيد خلينا نحكي شيء بصراحه, نحن بسوريا يمكن الحمد لله ما عندنا هذا الانتشار الكبير او عندنا هالخطوره الكبيره اللي ممكن تواجهها بدول اخرى. نحن من يوم وصولنا على مطار دبي انعمل فحص PCR للجميع, اضافه لفحص PCR اللي كنا عاملينه قبل بيوم فقط في دمشق. الحمد لله نحن ما في فقاعة حاليا قاعدين فيها, ولكن إجراءات احترازية كاملة. يعني حتى أنت هون لما بتتمشى بالفندق فورا إذا كنت نسيان تلبس الكمامة, العمال الفندق والموظفين في الفندق المسؤولين فورا بيأشروا لك إنه وين كمامتك. إذا نسيانا بالغرفة أو مانك لابس كمامة هن بيعطوك واحدة مباشرة. في كل مكان هون في تعقيم بحيث إنه ما يكون في أي إصابة, أي محاولة عدوى جديدة. والحمد لله أيضا التزام كامل من إدارة المنتخب ومن اللاعبين جميعا, يعني حريصين جدا على أنه ما ينصاب أي لاعب, لأن احنا بحاجة خدمات الجميع. الكل ملتزم بكل الإجراءات الصحية اللي موجودة, ما في اختلاط مع أحد, من الغرف إلى المطعم إلى ملاعب التدريبية, مع كل يعني حتى الكادر الطبي حريص جدا على التعقيم الدائم للاعبين. ويعني الأمور كلها ماشية بانضباط عالي جدا باتجاه أنه نوصل بكامل لاعبينا إلى المباراة. غدا صباحا الاتحاد الآسيوي سيقوم بإجراء فحص PCR للاعبي منتخبنا والكادر الإداري والفني وكل الإداريين, إضافة إلى المنتخب الإماراتي, لأنه منكون دخلنا بثلاث أيام الأخيرة اللي هنين مثل ما بقولوا حصة الاتحاد الآسيوي اللي هو للإطمئنان وللسماح النهائي ومنحهم بطاقات للسماح للدخول إلى الملعب الرئيسي ومن ثم إلى ملعب المباراة. المعلومات اللي عنا يعني شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنه الكابتن غسام معتوق الله يشفيه وعافيه تبين أنه مصاب بكورونا, ضل بدمشق لحتى إن شاء الله شفاءه ومن ثم الالتحاق بالبعثة. وفي معكم بالكادر الإداري شخص واحد يمكن معه كورونا كمان, يمكن هلأ محجور. طبعا نحن هاي الأمور ما منحب كتير تنفتح مازن, لأنه منخاف تستخدم ضد المنتخب السوري لاحقا. لذلك منقول نحن كان الكابتن غسان طبعا على أمل أنه مبارح كان يكون في الفحص الثاني يعني أو PCR رقم 2 ينعمل ويكون بنيجاتيف لحتى يلتحق فينا, لكن للأسف ما رح يكون قادر يكون موجود معنا بشكل أو بآخر. هذا الشيء يعني بالنهاية مثل ما قلت أنت الظاهرة عم تكون موجودة بالعالم كله. صحيح. لذلك الحرص واجب جدا, وحتى يعني بعض الأحيان ما رح أقول التكتم الإعلامي, ولكن التضييق على هاي المسائل بيكون مهم. 100%. بتذكر قبل عدة سنوات لما يعني مثل ما بقولوا ما زال هناك شك حول مسألة قطع الكهرباء في الملعب وإلى ما هنالك. اليوم عم نسمع الاتحاد العراقي عم بيعترض على فحوصات اللي أجريت للاعبيه واللي حرمته من لاعبين
في مباراته المقبلة. على هذا الأساس نحن حريصين جدا على أنه الأمور كلها تكون بالإطار الضيق جدا حتى ما نتعاطى مع مسائل قد تكون يعني خارجة عن إرادتنا. كيف شايف أنت اليوم تعاطي الإعلام الإماراتي مع المباراة وأهمية هذه المباراة؟ وعم نشوف كمان أنه بالجانب الإماراتي في الكثير من الغيابات، يعني المنتخب الإماراتي ما عم يمر اليوم بأفضل أحواله، وإن كان من بداية التصفيات مع بيرت فان مارفيك ما عم يقدم المستوى المأمول واللي بترغب فيه الجماهير الإماراتية. للأمانة مازن أنا متفاجئ من أنه الاهتمام ليس كبير في الصحافة الإماراتية بالمباراة ولا حتى بالمنتخب، يعني لا تفرض مساحات كبيرة ولا كتاب الزوايا عم بيكتبوا، هي مجرد خبر عن المعسكر اليومي يعني، وأحيانا يغيب حتى الخبر عن هذا المعسكر بشكل غريب. هل هو تعتيم إعلامي أم هو يعني خصام ما بين الإعلام الإماراتي ومنتخب الإمارات، وربما بعد كأس العرب والخسارة الثقيلة أمام منتخب قطر يعني صار نوع من الجفاء حتى مع مدرب المنتخب بيرت فان مارفيك، يبدو في شيء معين. المنتخب الإماراتي مثل ما ذكرت ما عم بيمر بأفضل أحواله لا على المستوى النفسي ولا على المستوى الفني، ربما مشاكل كثيرة وأيضا إصابات كثيرة، حتى بتحس الأجواء هنا في الإمارات يعني ممن صادفناهم في الملاعب من موظفين في الملاعب الإماراتيين والأصدقاء يعني ما عندهم هالتفاؤل الكبير، لكن نحن بهمنا دائما نركز لحتى ما نستهين بالخصم. الإمارات تبقى الإمارات، سنواجه منتخب منعرفه منيح، بيلعب كرة قدم منظمة، هن بيلعبوا كرة القدم بأساسياتها على حبتها مثل ما بيقولوا، متعلمين صح، لذلك يبقى منتخب الإمارات منتخب خطير ومنتخب قوي ولا يجب الاستهانة به. عنا نحن إفراديا على المستوى الإفرادي أكيد عنا لاعبين من آمن أنه هن أفضل من لاعبي المنتخب الإماراتي، لكن ربما ينقصنا هو العمل الجماعي، وإن شاء الله بنقدر نتغلب على هالنقطة ونوصل للهدف المرجو من هالمباراة إن شاء الله. بدي رح يعني مع وأنت معي على الخط الهاتفي، بدي رحب بكل اللي عم يتابعونا على البث المباشر لإذاعة فرح اف ام. إياز علي، في آخر سؤال حأسألك يا، وصلنا عبر البث المباشر من صديقنا أحمد رفاعي عم يقول شو قصة الشد العضلي اللي صايب السوما، في شيء من هذا الكلام؟ لا هي يعني أول ما وصل مبارح بالليل فقط كان الاطمئنان عم نسأل عنه، فكان هي مسألة أنه هو فقط بحاجة يعني إلى راحة لمدة يوم واحد. بعتقد اليوم المساء، نحن طبعا هلأ الساعة 2 تقريبا بتوقيت دمشق أو 2:30، اليوم مساء حيكون في حصة تدريبية، وبعتقد أنه السومة حيكون مشارك فيها، وإن شاء الله بتشوفوا الصور على الصفحة الرسمية إن شاء الله. بدي أشكرك جزيل الشكر صديقي الصدوق، في غرض بدك جيب لي معك من الإمارات، ذكرني خبرك عليه. شكرا لك مازن، شكرا لدعم فرح اف ام دائما، وشكرا لبرنامجك اللي دائما واقف مع منتخباتنا، بنتأمل فعلا يكون كمان خلال الأيام القادمة تكثيف لهذا الدعم من فرح اف ام ومن كل إعلامنا الوطني، لأنه نحن بحاجة هالمباراة المصيرية فعلا نفوز فيها ونرجع نفرح كلياتنا إن شاء الله. هذا يعني هذا الهدف الأول، خلينا نقول قبل الهدف الثاني اللي هو كمان مباراة كوريا الجنوبية، وبركي إن شاء الله هيك بيكونوا 6 نقاط مفرحة جدا لعشاق المنتخب السوري. بدي أشكرك جزيل الشكر المنسق الإعلامي لمنتخب سوريا الأول زميلنا عماد الأميري، تحياتي لك.